السلام عليكم طلاب صف ثالث متوسط. اليوم راح ناخذ مادة التربية الوطنية، الفصل الثالث راح ناخذ منظمات المجتمع المدني، مفهومها وزاري عرف منظمات المجتمع المدني. عرف منظمات المجتمع المدني وهي تنظيم متناسق يضم مجموعة من المواطنين تجمعهم أهداف خاصة أو عامة مشتركة، يجتمعون نحو هدف معين ويحكم علاقاتهم الداخلية والخارجية نظم وأحكام محددة. أعيد، عرف ما يأتي منظمات المجتمع المدني. تعريف الزاري مهم، وهي تنظيم متناسق يضم مجموعة من المواطنين تجمعهم أهداف خاصة أو عامة مشتركة، يجتمعون نحو هدف معين ويحكم علاقاتهم الداخلية والخارجية نظم وأحكام محددة. نحو موضوع آخر، أشكال منظمات المجتمع المدني. أو يجيني سؤال، ما أقسام منظمات المجتمع المدني وأنواعها، عددها مع الشرح؟ أو صيغة أخرى للسؤال، قارن بين منظمات المجتمع، قارن بين المنظمات الرسمية والمنظمات غير الرسمية. أو تجيني تعريف، عرف ما يأتي المنظمات الحكومية الرسمية والمنظمات الحكومية غير الرسمية. يعني هذا الموضوع كلش مهم، كلش مهم. سؤال، ما أقسام منظمات المجتمع المدني وأنواعها، عددها مع شرح؟ أو صيغة أخرى للسؤال، قارن بين المنظمات الرسمية والمنظمات غير الرسمية. أو عرف المنظمات الحكومية الرسمية. جواب، المنظمات الحكومية الرسمية وهي منظمات حكومية رسمية تتولى الدولة فيها إقرار النظام الداخلي وطبيعة التمويل والأهداف التي تسعى لتحقيقها وتدار من قبل الدولة، وتسعى إلى تحقيق النهوض بالمجتمع لتحقيق الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم. ومنها منظمة الهلال الأحمر العراقي، اتحاد الصناعات العراقي، والمنظمة العراقية للتربية والثقافة والعلوم، ودور رعاية الأيتام. دور رعاية الأيتام. عرف ما يأتي المنظمات الحكومية أو الرسمية، وهي منظمات حكومية رسمية تتولى الدولة فيها إقرار النظام الداخلي وطبيعة التمويل والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وتدار من قبل الدولة، وتسعى إلى تحقيق النهوض بالمجتمع لتحقيق الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم. ومنها منظمة الهلال الأحمر العراقي، اتحاد الصناعات العراقي، المنظمة العراقية للتربية والثقافة والعلوم، ودور رعاية الأيتام. ثانياً، المنظمات غير الحكومية أو غير الرسمية، وهي أحد أنواع الهيئات والمنظمات الغير رسمية التي تتولى إدارتها هيئات وشخصيات ومؤسسات تعتمد في تمويلها على أموال مدفوعة من هيئات خيرية ومساعدات إنسانية مقدمة من أشخاص أو منظمات، والاعتماد على واردات الأوقاف التابعة لها، مثل منظمة منظمة الدفاع عن حقوق المرأة والطفولة ونقابة المعلمين والمهندسين، ومنظمة رعاية ذو الاحتياجات الخاصة وغيرها. أعيد، المنظمات غير الحكومية أو غير الرسمية، منظمات غير الحكومية أو غير الرسمية، وهي إحدى أنواع الهيئات والمنظمات غير رسمية التي تتولى إدارتها هيئات وشخصيات ومؤسسات تعتمد في تمويلها على أموال مدفوعة من هيئات غير من هيئات خيرية ومساعدات إنسانية مقدمة من أشخاص أو منظمات، أو الاعتماد على واردات الأوقاف التابعة، أو منظمة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. قلنا مثل منظمة الدفاع عن حقوق المرأة والطفولة ونقابة المعلمين والمهندسين، ومنظمة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. نظرة تاريخية لنشوء المنظمات دوليا وتطويرها في العراق. لقد عرفت بلدان العالم كلها المنظمات المجتمعية ولا سيما النقابات والاتحادات في أوائل القرن التاسع عشر بمفهومها الحديث والمعاصر كاتحاد النقابات العمالية والمهنية ذات الأهداف المتنوعة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تأسس الاتحاد الأمريكي للعمال عام 1800
81 ميلادي، وفي بريطانيا تأسس حزب العمال البريطاني سنة 1906. هذه هنا تجيني فراغات طبعا للطلاب. الولايات المتحدة الأمريكية تأسس الاتحاد الأمريكي للعمال عام قرار 1881 ميلادي، وفي بريطانيا تأسس حزب العمال البريطاني سنة 1906 ميلادي. أما في العراق ظهرت المنظمات المهنية والجماهيرية منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة وتنوعت في مهنيتها وأهدافها بعد قيام ثورة 14 تموز 1958. ومن هذه النقابات هي نقابة المعلمين ونقابة المهندسين والأطباء ومنظمات المرأة وغيرها، وأعلنت هذه المنظمة مشاريعها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية، واتخذت لها مقرات علنية وشعارات تعبر عن طبيعة عملها. راح ناخذ هسه أنواع المنظمات، المنظمات العمالية، النقابات، عرف ما يأتي. نقابة العمال مهم وزاري، نقابة العمال وهي مؤسسة عمالية تسعى لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتفعيل دورهم في إقرار سياسة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. أعيد، نقابة العمال وهي مؤسسة عمالية تسعى لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وتفعيل دورهم في إقرار سياسة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. تعريف آخر مهم، عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الذي جاء في المادة 23 من القانون العمالي لحقوق الإنسان، والذي نص على أن لكل شخص الحق في العمل وله حريته في اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. أعيد، عرف ما يأتي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الذي جاء في المادة 23 من قانون العمال لحقوق الإنسان، والذي نص على أن لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختيار عمله بشروط عادلة ومرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. سؤال مهم، ما أهم ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن العمال؟ الجواب، نص على أن لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له الحق الحماية من البقالة. سؤال آخر، ماذا جاء في توجيه الحكومة العراقية نحو حقوق العمال؟ جواب، ضمان العيش بالسعادة بعيدا عن الظلم، والتمتع بحياة كريمة، والتطلع إلى مستقبل مضمون لعوائلهم وأبنائهم، ويتحقق ذلك من خلال التنسيق مع تلك التنظيمات لترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع. سؤال آخر، ما أهم المنجزات التي حققتها المنظمات العمالية؟ أولاً، قانون الضمان الاجتماعي، هذا كلش مهم وزاري، كل سنة يجي التنظيمات. عفوا، السؤال، ما أهم المنجزات التي حققتها المنظمات العمالية؟ أولاً، قانون الضمان الاجتماعي، عرف ما يأتي. قانون الضمان الاجتماعي وهو قانون حقوق العمال مما يتعرضون له بسبب المرض أو التقدم في العمر، وحقهم في الحصول على تعويضات إذا ما تضرر جسدياً أو صحياً في أثناء العمل. ثانياً، قانون تنظيم العلاقة بين الإدارة أو نسميهم أرباب العمل من جهة والعمال من جهة أخرى، أو يحفظ هذا القانون حقوق الطرفين ويسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. ما الفائدة من قانون تنظيم العلاقة بين الإدارة والعمال؟ الجواب، يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. ثلاثة، إقرار الدولة اليوم الأول من آيار عيدا للعمال وعطلتهم رسمية. درسنا هذا اليوم انتهى. أخذ تحضير واجب المنظمات النسوية صفحة 36 إلى نهاية الفصل. شكرا جزيلا.